كان لابد كدفاع الضحايا باش نشجعوا الضحايا على البوح بصفتهم والجرائم التي يعانونها لوضع حد للجريمه، فكان لابد من وضع حد وتوضيح بعض الامور. هؤلاء يشتغلون في الظلام بتفكير عشائري مصلحي ضيق، ديك الحديث النبوي في الشقين الاول انصر اخاك ظالما او مظلوما، وكيخصهم يقراوا الحديث كامل. قال له انصر وهو مظلوما، اتراني كيف انصر يا رسول الله وهو ظالما؟ قال له بمنعك اياه من ظلم. هذو لا ماشي منعهم الظلم، بالاستمرار في الظلم، بالاستمرار بالتجار باعراضه وبحقوق الضحايا في ملفاتهم الشخصيه، اما حق او حالات كاين واحد الحاله اخرى، هذو حالات مرضيه معروفين في علم الضحايا، هذو حالات مرضيه في علم الضحايا المجني عليه ذو الوهم، هذو فيهم جوج، اما الكاذب يعني كيتوهم راسه بانه كاذب وكان المجني عليه اللي هو اصلا كاذب وكان يتوهم حالة مرضية، كيف حنا دائما انا مضطهد انا عندي ضروري، او كاين اللي يبغي يلعب دور الضحية باش يرتضي لباس الضحية ويقلب الحقيقة في المجتمع، ما يبقاش هو المتهم او المدان باش يولي هو الضحية. اثبات براءة ديال المدانين او المتهمين في الشارع اليوم كيتحتم الحديث عليهم كانهم دمى، ما عندهمش روح، ما عندهمش اعتبار، ما هماش مواطنات ومواطنين. اللي احنا داخل المجتمع ما يهمنا هو ان يمارس، ان نحترم القانون وان يمارس القانون واحد الشكل اللي فيه مبدا المساواه، جميع المواطنات والمواطنين سواسيه، ما كاينش مواطن احسن من شي مواطن، ولا واحد المواطن عبر على واحد الراي دونك راه هو صنع من نفسه بطل، وبالتالي هناك من يدعمه. لانه المصلحه راه كثير من المقالات ديال الراي والكثير من المناسبات اللي كان فيها واحد التعبير بكل جراه تجاه مؤسسه امنيه او مؤسسه غير داخل هذا البلد، واش تعرضوا لشي متابعه تتعلق بالتحرش او بالاغتصاب او بالتجار بالبشر او بتبويض الاموال؟ لا. دونك لاحظوا معي ان هاد الناس اللي تيتحدثوا الان هما اللي عندهم مشاكل حقوقيه مع انفسهم ماشي مع الغير، ما كيحترموش القانون، تيقول لك باني انا حقوقي ودافع عن حقوق الانسان وما شنالو حتى شي بصمه من البصمات ديال حقوق الانسان في الشارع. اليوم تتقول لي تيقول لك قضيه التحقيق انت متابع من اجل تبييض الاموال غسل الاموال، قول لي الله يخليك جاوب سيد قضيه التحقيق بين لي بانك حقوقي بالفعل، انك تحترم القانون بشقيه الحق والواجب، وانك تحترم الحق في الدفاع اللي هو حق مقدس ومكنك منه الدستور والمواثيق الدوليه وقانون المسطره الجنائيه، بين لهذا السيد قضيه التحقيق بانك بريء، ما تخرجش تدافع على راسك من خلال التاثير على القضاء بوسائل غير قانونيه، لانك اليوم في تمرين اذا كنت حقوقي عليك ان تناضل من اجل استقلال السلطه القضائيه، واول شيء باش تستقل السلطه القضائيه هو انك تغيب الذات وتكون مؤمن بالفعل ان عندنا قضاء يجب ان يحترم.